السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنتي؟ عاملين ايه؟ طبعا اتعودنا لما حد يقول لنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنرد نقول له ايه؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتعودنا نصحى بدري ونفطر وننام بدري عشان نركز مع ايه؟ مع بعض في السيشن. يلا نفتكر كده مع بعض. ميس بسمة كانت اخر حرف حطته لنا حرف ايه؟ برافو، حرف الميم. مين هم أصحاب حرف الميم؟ حد يفكرني؟ ميم ماوس، ميم مانجو، إيه كمان؟ ميم مركب. طيب يلا بقى أصحاب الشطار نقول إيه الحرف اللي بيجي بعد حرف الميم؟ ده اسمه إيه؟ حرف النون. اسمه إيه؟ حرف النون. شكله إيه حرف النون؟ طبق جواه نقطة، نون طبق جواه نقطة. طيب نقول مع بعض مين هم أصحاب حرف النون؟ نون نمر. إيه ده؟ هو النمر ده ينفع أربيه في البيت؟ ينفع؟ لا ما ينفعش. ليه؟ لأن هو حيوان مفترس بيحب ياكل لحمة، ما ينفعش أربيه في البيت. بنشوفه فين؟ في حديقة الحيوان. نون نمر. إيه كمان؟ نون نجمة. بنشوفها فين النجمة دي؟ برافو، بنشوفها بالليل في السما بتبقى منورة. نون نجمة. نون نخلة. النخلة دي طويلة قوي وبيطلع عليها البلح. نون نخلة. نقولهم تاني، نون نب، نون نجمة، نون نخلة. بعد حرف النون بيجي عندي حرف اله. حرف اله شكله ايه يا ميس ندى؟ حرف اله نص دايرة كبيرة جواها دايرة صغيرة مد ايديها على السطح. تاني، نص دايرة كبيرة مد جواها دايرة صغيرة مد ايديها على السطح. اسمه ايه؟ ه. حرف اله ه. تعالوا نشوف اصحابه. ه هاتف. ده اسمه ايه؟ هاتف. هقول عليه تليفون؟ لا، اسمه هاتف. ه هاتف. ه هرم. ه هرم. شفنا الهرم كبير قوي. ه هرم. ايه كمان؟ ه هلال. الهلال بشوفه في السماء بالليل مع النجوم. ه هلال. ه هاتف. ه هرم. ه هلال. بيجي بعد حرف اله ايه يا بلاي؟ حرف الواو. اسمه ايه ده؟ واو. عندي حرف الواو شكله ايه؟ دايرة مقفولة وبتنزل تحت السطر. دايرة مقفولة وبنزل بيها لتحت السطر. واو. تعالوا نشوف مع بعض مين هم اصحاب حرف الواو. ده اسمه ايه؟ وجه. واو وجه. اللي عندنا فيه العينين والمناخير فوق ده اسمه وجه. واو وجه. ايه دي؟ ايه دي يا ميس ندى؟ دي ما اسمهاش مخدة، اسمها ايه؟ وسادة. واو وسادة. ايه كمان؟ واو وردة. واو وردة. واو ولد. واو ولد. واو وجه. واو وسادة. واو وردة. واو ولد. بعد حرف الواو عندي حرف الياء. حرف ياء. حرف الياء شكله ايه؟ نص دايرة صغننة وبطنها تحت السطر. ياء نص دايرة صغيرة وايه؟ نازلة بطنها تحت السطر. اسمه ياء. تعالوا نشوف اصحاب حرف الياء. ياء يد. ياء يد. ايه كمان؟ ياء يويو. هو ايه يويو ده؟ لعبة بنلعب بيها اسمها يويو. ياء يويو. ياء يمامة. بتطير في السما من الطيور. ياء يمامة. ياء يوسفي. هو يوسفي فاكهة ولا خضار؟ برافو، فاكهة بناكلها في وقت الشتاء. ياء يوسفي. تعالوا مع بعض نقولهم تاني. ياء يد.